أن رجلا اشترى عبدا وكان يعرف بالنميمة، فجاء هذا العبد النمام إلى الزوج الذي اشتراه، قال له إن زوجتك تخونك وتريد أن تقتلك. ثم جاء إلى هذه المرأة وقال لها إن زوجك يريد أن يتزوج عليك، وإذا أردت أن يعطف عليك خذي الموسى وخذي شعارات من تحت لحيته لكي أعمل لكم عملا يحببه فيك. جاء إلى الزوج قال إن زوجتك سوف تأتيك في هذه الليلة لتقتلك بالموس لكي تتزوج غيرك، فتهيأ لها. تهيأ هذا الرجل هذا الزوج وأشعرها بأنه قد نام، فلما جاءت بالموس لتأخذ هذه الشعارات ظن أنها سوف تقتله كما قال له النمام، فأمسك بيدها وقتلها. فجاء أهلها فوجدوها مقتولة فقتلوه، فوقع القتال بين القبيلتين. بسبب من؟ بسبب هذا النمام. أسأل الله أن يحفظ علينا ألسنتنا.